2/5/2013. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. دمار هاي يا أخي، دمار هاي يا الله. بيوت الآمنين الله دمرها بشار، حرقها حرق. الله أكبر. بس لأنه طالبوا بالحرية. استهداف قوات النظام لبيوت الآمنين المدنيين على أطراف بلدة عقربة يا الله بالقذائف. ليك مو مخلي شبر بالحيط. الله أكبر. لو ناسفوا ليك طلع الحيط بالصواريخ. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر الله أكبر عليك. الله أكبر. آثار الدمار في هذا المنزل. الله أكبر. راجمات الصواريخ بالهاوي. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بنعرف القذائف شو هي عم تنزل علينا كل يوم. ليك البيت محروق حرق. الله أكبر. الله ينتقم منك يا بشار. محروق حرق البيت. الله يصبر فيك يا بشار. الله أكبر الله أكبر. دمار هائل تحدثه صواريخ الأسد ببيوت الآمنين في بلدة عقربة في ريف دمشق. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا المصحف الكريم يا أخي. الله أكبر. شوفوا المصحف الكريم يا أخي. شوفوا. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف المصحف الكريم شلون محروق. سبحانك يا رب. الله يستغفر فيك يا بشار الأسد. استغفر الله العظيم وتوب إليه. استغفر الله. الله يستغفر فيك يا بشار. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يستغفر فيك يا بشار. 2/5/2013.